تظاهر مئات السوريين الجمعة في شمال البلاد وشمالها الغربي منددين بالتقارب التركي السوري بعد يومين من استضافة موسكو وزيري دفاع البلدين في أول لقاء رسمي منذ اندلاع النزاع في العام 2011. في مدينة الباب كبرى مدن الشمال السوري والواقعة تحت سيطرة فصائل سورية موالية لأنقرة، رفع المتظاهرون رايات المعارضة ولافتات عدة رافضة للمصالحة مع النظام. نحن ما منصالح ولا يمكن نصالح ولا بدنا نصالح، نحن نظام الأسد ما منصالحه أبدا نهائيا. نحن قتلنا 1,000,000 شهيد، عندنا 500 معتقل، 500,000 معتقل عند نظام الأسد، عندنا 1,000 معتقلة موجودين بالسجون. يا تركيا لا تكوني انت عون على الأسد علينا، انت كوني معنا لا تكوني ضدنا. وجمعت موسكو الأربعاء وزراء الدفاع الروسي سيرجي شويغو والتركي خلوصي أكار والسوري علي محمود عباس في محادثات ثلاثية تطرقت إلى سبل حل الأزمة السورية وقضية اللاجئين، وكذلك الجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة بحسب موسكو. والعرب معانا، ما نتنازل ما نتنازل ما نتنازل، ولو أردوغان باعنا ولو العرب باعونا ما ظلك شيء ولا بروالة. وجاء اللقاء في موسكو بعد مؤشرات عدة خلال الأشهر الأخيرة على تقارب بين دمشق وأنقرة التي كانت تعد أبرز داعمي المعارضة السياسية والعسكرية منذ اندلاع النزاع.